أهلا بكم من جديد. أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبد الله ناس أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على القانون رقم 16 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لعام 2012 بشأن غرفة البحرين بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب سوف تؤدي بلا شك إلى تطوير الدور الطبيعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحرينية، وسوف ينعكس إيجابا على الارتقاء بهذه المؤسسة التجارية العريقة وفي نوعية الخدمات التي تقدمها، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال هذا الأسبوع الماضي مظاريف 28 عطاء لسبع مناقصات مطروحة من أربع جهات متصرفة. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 28 عطاء لعدد سبع مناقصات مطروحة من أربع جهات متصرفة. ومن أبرز المناقصات الذي تضمنت جدول أعمال لجنة الفتح فتح مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع وتطوير طريق الجسرة. كما يسر مجلس المناقصات والمزايدات دعوة سيدات الأعمال للمشاركة في الحلقة النقاشية الافتراضية إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية والتي ستقام صباح يوم الأحد الموافق 28 من الشهر الجاري. لمعرفة المزيد الرجاء متابعة حساب المجلس الرسمي بالإنستغرام. تجاوزت قيمة تداولات الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 3,230,000 دينار نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 450 صفقة. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض التفاصيل. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. شاركت رئيس نقابة المصرفيين نور الفيحاني في حلقة نقاشية افتراضية نظمتها منظمة العمل العربية تحت عنوان أساسيات وتقنيات العمل عن بعد، وتضمنت المحاور مفاهيم العمل عن بعد والتغير الاستراتيجي في أساليب الإدارة وأساسيات العمل عن بعد وقواعده الحاكمة وأهم التطبيقات اللازمة للعمل عن بعد بالإضافة إلى مستقبل العمل والوظائف في العقد القادم.
نظمت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أول محاضرة لها عن بعد تحت عنوان أثر فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية. وكانت المحاضرة من تقديم المستشار القانوني والمحكم التجاري الدولي خاطر العبدالله بمشاركة عدد كبير من أعضاء الجمعية. وتناولت المحاضرة العديد من المحاور الخاصة بالعقود والعلاقات التعاقدية. وقال المستشار إنه بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباء عالميا واتخاذ الدول الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء، تأثر نشاط الأشخاص والشركات وأصيبت بعض النواحي الاقتصادية بالشلل التام وعجز الكثير من المتعاقدين عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. أكد خبير النشرة الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل الدكتور جاسم حجي في مقابلة سابقة مع برنامج مجتمع واعي الذي يعرض على تلفزيون البحرين أن أزمة جائحة كورونا زادت إقبال المستهلكين على التسوق الرقمي بدلا من التسوق التقليدي، وأن الاستفادة من النواحي الإيجابية للأزمات أمر لابد منه عند حدوثها. في ارتفاع بالنسبة للتسوق الإلكتروني، ولكن إذا نقارن خسائر من التسوق الاعتيادي مقارنة بالتسوق الرقمي لا حين ما في توازن، يعني يمكن في ارتفاع 20% في التسوق الإلكتروني لكن الخسائر يمكن 80% أو 70% في الاقتصاد التقليدي. ويجب أن نتعود على كلمة يمكن جديدة، نقول الواقع الطبيعي الجديد. يعني هو راح يستمر حتى بعد الجائحة. هذا الكلام. أي. يعني انتهينا من شيء اسمه الطرق التقليدية، أو إن فترة زمنية إن الناس بيلجؤون إلى الإنترنت والتسوق عبر الإنترنت وراح نرجع. لا، ما في رجعة. يمكن في تحول بشكل أكبر. احنا كنا نتوقع التحول في مجال التسوق خلال سنتين ثلاث، لكن يمكن كورونا ساعدتنا او ساعدت، يعني هذه بالتحديد انا كنت بسالك يا دكتور، هل ساعدت هذه الجائحه في التحول بسرعه الى التسوق الرقمي؟ سرعت في الوتيره بشكل، الخبراء يعني كانوا متوقعين ان احنا بحاجه الى اكثر فتره. اكثر عشان ننتقل، يعني كل التوقعات كانت يعني ما بين 2025 و30 بكون في طفره في التجاره الالكترونيه. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الحكومة البريطانية تفرض رقابة حدودية أقل صرامة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت. تراجعت أسعار النفط مؤخراً لتواصل خسائر كبيرة سجلتها في معاملاتها الأخيرة، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشي الفيروس، وهو ما يضر بالطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام والوقود. وانخفض خام برنت بنسبة 3.15%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.18% بعد أن نزل أكثر من 8% يوم الخميس الماضي. والآن نترككم عبر زي مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
قررت الحكومة البريطانية فرض رقابة حدودية أقل صرامة مما هو متوقع مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت، تجنبا لإلحاق الضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، فإن نظاما مؤقتا أقل صرامة مقرر للسلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، حيث سيسمح لها بدخول البلاد عبر موانئ مثل دوفر، وذلك إن كان هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أم لا. لكنه من المتوقع أن تخضع السلع المصدرة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي لرقابة تامة.